اقول لطارق متشكرين مش باسمي بس، باسمي وباسم كل المصريين. وهنا الترقيه وحتى العرفان ده مش كفايه، العرفان والترقيه الحقيقيه لطارق ولكل راجل زي طارق من الشعب المصري من الجيش او الشرطه، هو ان البلد دي تفضل تتقدم للامام ويفضل شعبها مستعد وفاكر تضحيه ابنائه. وهنا عمليه التذكره اللي بقولها عشان كتير مننا ما يحاولش ان هو يضيع ده، يضيع الجهد والدم اللي راح خلال 10 سنين من المواجهه والبلد ما وقفتش فيها ابدا ولا قالت احنا بنقاتل الارهاب ما نكملش، لا فضلت الدوله بتعمل ده باجهزتها الجيش والشرطه وكل قطاعات الدوله، وفي نفس الوقت الناس تانية بتكافح وبتشتغل عشان تغير حياه الناس. فعشان كده ما كانش هيفوتني ان انا مره تانية اشكرك، ربنا يديك الصحه والعافيه وبشكرك، ويعني ربنا يحميك ويحمي كل اللي زيك. شكرا جزيلا.